شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى شارك إخوانه وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في القمة الخليجية المغربية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو وأخيهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة التي عقدت مساء اليوم في قصر الدرعية بالعاصمة الرياض